كيو. مرحبا، انا اسمي خالد الاحمد. اليوم نحكي عن ال 42 انش ال جي تي في فانن تي في. هذا 3 دي اند سمارت تي في توجذر. هاي البوكس اللي اجت فيه واز فيري لايت، يعني اول ما اجت لما كان فيها التي في كانت خفيفه كثير، وهدول الاغراض اللي اجوا مع التي في. فاول شيء نطلع هنا جمع اربع نظارات فور ذا 3 دي فيوينج. هدول النظارات الحلو فيهم انهم they don't need charging. usually the other brands بيجي معهم نظارات that you need to charge it، بس النظارة تكون غالية $100 ولا شغلة. هدول يعني barely 15 usually cost. فاجوا مع اربعة بلس احنا كمان اجى معها party pack اللي هو جاي offer مع التي في. هذا اجى كمان 5 more نظارات. الحلو بالنظارات هدول انه مش واحدة ولا تنتين، إذا عندك عزومة ولا أصحابك جايين ولا your family all of you can enjoy ال 3D movie. إجي مع 2 ريموت كنترولز، هذا البيسك تبعه مع كل البوتنز والفيتشرز. وإجي كمان مع الريموت الحلو هذا اللي بسموه ماجيك موشن، ماجيك موشن اللي هو زي الوي. فهذا الماجيك سنسر تبعه هنا، وهذا هو الموشن. في بس 5 بوتنز، 5 أزرار، حلو كتير. بعدين يعني بفرجيكم عليه كيف نستخدمه. بلس اللي اجى معه اللي هم السلاك تبعونه فور ذا كلرز فيديو اند ساوند. بس انا استخدمت ال HDMI كيبل عشان اخذ صوره وصوت احلى لل HD كواليتي. هلا بنطلع على الباك اوف ذا تي في بنشوف انه ايش في بورتس موجوده. الحلو انه سووا 4 HDMI بورتس هنا which is good. احنا بنستعمل واحد وعندنا 3 فاضيين. هلا الشغل اللي نقطه اللي عندي اياها ضد LG انه حطوا بس 2 USB بورتس، فمستعملين واحد اوريدي احنا للموشن للماجيك موشن سنسور، والثاني فاضي ممكن نستعمله مثلا للميديا، نجيب تي في نحطه على USB نشوفه هنا، او ممكن كمان للواي فاي انه نخلي التي في هذا واي فاي كيبل ونجيب واي فاي USB نحطه هون. بس اذا استعملنا 2 وين ممكن نحط الميديا USB؟ ف LG لازم تفكر انه تحط مور ذان 2 USBs، لازم اكثر من 2. بعدين عندك هون اللان، هذا اللان بورت. فالتي في بيشبك يعني الناتشرال بيشبك بس على اللان اللي هو الوايرد انترنت، واحنا حابين يكون انه كمان يشبك على الواي فاي. عندك كمان الكلرز هون الفيديو والساوند بورتس والوايرلس كنترولر، عندك برضو له بورت رايت هير هيو. فهذا هو الباك تبعه. والحلو انه الار جي بي كمان هون له بورت انه ممكن نوصل عليه كمبيوتر وتصير هذا زي شاشه كمبيوتر. والانتينا كمان عندك الانتينا والاوديو ان. وهنا بنطلع شو موجود جوا التلفزيون. فاحنا حنستعمل هلا السمارت ماجيك ريموت اللي هو فيه عباره عن 5 ازرار وسهل جدا الاستعمال. هلا بنشوف التلفزيون والقنوات. هلا احنا عم نشوف على مثلا الـ OSN Animal Planet، عندهم القناة تبعتهم HD، وشوف كيف الصورة واضحة مليحة فيها. ممكن هلا كمان ندخل للمنيو بشوف الريموت كيف الريموت مبين زي الماجيك سنسر. فبروح هون على المنيو، هنا في الانبوت ليست اللي هي ايش مشبوك فيه التلفزيون. عندي مشبوك بس بال HDMI، ممكن يكون من انتينا، ممكن يكون كمان USB. عندك ال 3D ممكن تحول اي شيء من 2D to 3D and vice versa. فهيك بنحوله 3D، بس لازم نشوف النظارات، يعني تكون حاطين نظارات عشان نشوف الصورة واضحة. هلا برجع على 2D. وبعدين في هون مثلا كويك منيو تتحكم بالصورة وبالصوت وبال 3D والشغلات والالارم والساوند والمين منيو. فهلا المين منيو هي الأهم شيء صراحة، أنا يعني ماي فيفورت المين منيو اللي هي اللي بتيجي للسمارت تي في. في عندك البريميوم شانلز اللي هي الجزيرة والبيسبول، يوتيوب، فيسبوك، تويتر. يعني تويتر هون أنا ممكن أدخل على الأكاونت تبعي بالتويتر وأبعت تويت من التلفزيون وأنا عم بطلع. هلا بفرجيكم كيف.
انا اوريدي سايند ان، بدخل على الاكونت تبعي. فعلا يعني السهوله بالموضوع بانك تبعت انه حتستعمل الريموت عشان تختار الكتابه، ما في يعني كيبورد. يعني اكيد يمكن فيها ثيرد بارتي مثلا كيبورد تجيبه انه يشبك بدل الريموت وتصير تطبع طباعه. ممتاز. انا بعت نيو تويت، نكتب مثلا ميكين ا فيديو، ونحط هنا نحكي بلاش هاشتاج انا مسوي هاشتاج جديد لل جي تي في، ونسوي سي سي لجماعة ال جي، ال جي جوردن. نبعت فهلا التويت راحت. Your update was successfully sent. Making a video about my LG Joe TV CC journal. نطلع من تويتر. نرجع للمين منيو. ممكن نفس الشيء نسوي على الفيسبوك. ممكن نشوف يوتيوب فيديو. صراحة بدي أفرجيكم يوتيوب. اليوتيوب فيديو الكواليتي هون ممتازة جدا. يعني ما بشوف بافرين او ما بشوف اي شيء ثاني، واضح جدا الفيديو. بنسوي هلا سيرش حلو. هلا بدنا في فيديو انا شفته قبل امبارح اسمه سمارت ثيف، شو بدنا نقدر نلاقي. فشفنا اليوتيوب فيسبوك تويتر وفي الجزيره وهذا. بعدين في الحلو انه عندهم ال جي ابس، يو كان داونلود. نروح على ال جي ابس هنا. في كثير، في عندك جيمز انترتينمنت لايف اديوكيشن، يعني في عندهم ابس تعليميه كثير كويسه للاطفال وكلها ريتد، بحكي لك ايش الهوت وايش النيو، شغلات حلوه كثير بتختار منها. ممكن تنزلها عادي عندك على الهوت وتشوفها مره ثانيه. وهي هون مثلا ماي ابس، انا شو منزل مثلا. هاي الابس اللي نزلتهم انا مثلا شارب اي، تلفزيون، شوت، هابلي، وتي في هاكي. هاي عندك هون الميموري قديش مبين قديش مستعمل، من 18 ام بي، من 300 ام بي. يو كان ديليت اند اد وشوف. فهلا شفنا احنا كيف السمارت تي في اللي هو عندك فيسبوك، تويتر، فيري سوشيال فريندلي، عندك اليوتيوب، عندك الجزيره، يو كان اد اذر بريميوم شانلز. شفنا ال جي ابس كيف انه في ابس جديده وفي ابس سيجمنتد حسب الاختيارات، لايف اديوكيشن وكذلك الميديا لينك. شغله حلوه ممكن على اذا عندك واي فاي بالبيت
في بيجي مع الكمبيوتر سي دي اللي هو نيرو سيرفر، فبتنزله عندك على الكمبيوتر، فبصير لينكين كل الميديا فايلز اللي عندك اللي هي صور والفيديوز الموجودة على كمبيوترك، ممكن تشوفها على التي في بدون كابلز، يعني تكون موجودة على لينك على السيرفر. الحلو بالال جي 42 انش سمارت اند 3 دي تي في انه لايت ثين كثير، بيجي مع النظارات، والنظارات مش بس واحدة، بيجي مع أربعة، وهدول مش لازمهم شحن أو بطارية، فبكونوا خاص و very functional وما بسوي لك صداع. ال 3D quality تبعته ممتاز جدا، أحسن من ال other brands. السمارت تي في capability ممتازة، في social apps اللي هو التويتر والفيسبوك واليوتيوب you can add to it. والعجبني كثير كمان شغلة إنه ممكن تسوي sharing للميديا، فأنت عندك بالبيت أربع خمس لابتوبس ولا PCs كن نزل عليهم مسلسلات أو صور أو شغلات، ممكن كله تشوفهم عندك هون على التي في. شكرا كتير ونراكم إن شاء الله بالريفيو قبلنا.